سلام الله عليكم أحبائنا في قناة المشاهد. كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن الأجر الذي تقاضته الفنانة ياسمين صبري مقابل حلقتها في برنامج رامز مجنون رسمي تقديم الفنان رامز جلال. الإعلامية الكويتية كشفت أن ياسمين تقاضت مبلغ 2 مليون دولار، أي ما يقارب 32 مليون جنيه مصري، وهجمتها على حسابها الخاص على موقع الانستغرام بقولها: ياسمين صبري قبضت 2 مليون دولار مقابل أن تتهزئي وتمسح بكرامتك الأرض مع رامز، شكل بوهشيمة منكفيها. وكانت الفنانة المصرية ياسمين صبري قد وقعت ضحية لمقلب الفنان رامز جلال في تالي حلقات برنامجه الجديد رامز مجنون رسمي، والذي يعرض بعد الإفطار على شاشة قناة الام بي سي مصر. وأنه في بداية الحلقة وجهت للفنانة أروى أسئلة لياسمين صبري حول بداية علاقتها بزوجها أحمد أبو هشيمة، وعن أكثر شيء جذبها إليه قالت الفنانة المصرية أنه دمه خفيف، قائلة: بضحكني، لافتة إلى أنه يناديها بياسمينتي. ياسمين استنجدت خلال المقلب بزوجها. وكانت الفنانة ياسمين صبري قد احتفلت بعقد قرانها إلى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مساء الجمعة 17 أبريل 2020 وسط أجواء عائلية بسيطة، حيث اقتصر الحضور على أفراد الأسرتين نظرا للإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا. وكشفت تقارير صحفية أشارت إلى تقاضي علي معلول 3 ملايين دولار للظهور مع رامز جلال في برنامج رامز مجنون رسمي. وكشف مقلب الفنان المصري رامز جلال في برنامجه عن فوبيا يعاني منها علي معلول لاعب النادي الأهلي ومنتخب تونس. علي معلول قال خلال الحلقة أنه يخشى من النمل، وذلك حينما قام رامز جلال بأخافته بثعبان لكي يكشف عن مسامحته له، واستغل رامز ذلك لإثارة خوفه طيلة الحلقة. وكان علي معلول قد كشف في بداية الحلقة عن حبه لرامز جلال كممثل وكرهه لبرامج مقالبه قبل أن يظهر رامز ويسأله عن سبب الكره. ويقوم رامز جلال بتعذيب النجوم باستخدام كرسي معلق في رمضان 2020 وصاعق كهرباء في بعض الوقت، ويقوم بإخافة الضحية برفع الكرسي إلى الأعلى والدوران به على طريقة الملاهي، كما يستخدم ثعبانا لزيادة رعب ضيوفه قبل أن يتم فك قيوده من قبل الكرسي، وينتهي المشهد بسقوط النجم في بركة من المياه تم إعدادها خصيصا للمقلب، وبعدها شلال مياه مزود بكميات كبيرة من الصابون تساعد على عرقلة الضحية. وشهدت الحلقات الماضية من البرنامج وقوع العديد من الضحايا، منهم الفنانة غادة عادل واللاعب علي معلول والفنانة ياسمين صبري وأمينة خليل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.